أشكرك على هالبرنامج الناجح وعلى الطرح الرائع من قبل الأساتذة المتواجدين معك. أقول مباراة اليوم النصر لعب للتأهل ولم يلعب للمتعة، مستوى لك عليه والله يعين. أبو بدر، أمسي عليك عضيوك الكرام، مبارك لجمهور النصر التأهل، ولكن رسالتي للأخ مسلي. يا أخي مسلي، ذا المدرب رفع ضغطنا خلاص، والله ما عاد فيها. وش المستوى هذا اللي ظهرنا فيه يا أخي مسلي؟ تدخل الله يرضالي عليك يا أخي، تدخل صراحة. اليوم ما قصروا، وهذا أمننا فيهم للأمانة، وعارفين إن شاء الله النصر فايز، وإن شاء الله عقبال البطولات الثانية. لكن أسأل ضيوف اللي عندك أبو محمد العنزي، ليش النصر سوى درب بالشوط الثاني؟ ليش نزل مستوى؟ إيش السبب؟ بس أسأل لي الضيوف اللي عندك. جزاك الله خير وطول في عمرك يا أبو بدر. والله سواها النصر، سواها العالمي. ألف مبروك من قلب اتحادي أول شيء. ثاني شيء، إن شاء الله دوري أبطال آسيا في السعودية بإذن الله. يا الهلال يجيبوا لي المرة الثامنة، يا النصر يتوفق ويجيب. كل التوفيق. عموما نقول ألف مبروك، خلاص المهم تأهل فعلا، يعني هو أخذ بطاقة التأهل ولا لم يركز في عملية الإجادة، لكن ملحوقة. خلنا نروح.